الشغل بتاعنا زي الناس اللي بره، زي اي اوركسترا بره عالمي. بس ايه الفرق اللي بيني وبينهم؟ هما بيعزفوا قدامهم نوتة، احنا بنعزف مفيش نوتة قدامنا ولا مايسترو مثلا يشاور لنا ولا اي حاجة. احنا النوتة بتجيلنا مبصر بالكتابة العادية، بنبتدي في ناس بتيجي عشان تملي. انا طبعا دلوقتي بقيت شارحها زي زمان، ليه؟ كبرت بقى والوقت بقى انشغل، عشان كنت الاول بدي مثلا ابتدائي بس في المدرسه، لكن دلوقتي انا بدي ابتدائي. وانا بحب شغل الاوركسترا وبحس ان انا جزء من كله، بحس ان الموسيقى دي بتعبر عني لغه. وبعدين انا اساسا برضو يعني كنت ربنا سبحانه وتعالى مديني موهبه التلحين، وكنت من خلال مواقف بعيشها كنت بألف اغاني وبلحن وكده، وكانت باين ليا ناس بتسمعني، ولما تكون اغاني يعني مفرحه يفرحوا معايا، ولما تكون اغاني حزينه كانوا بيعيطوا.